على طريقة كيفية تفعيل توصيل البيانات على تطبيقكم تيك توك، قم بالضغط هنا على تطبيق تيك توك، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ملف شخصي، سوف نقوم بالضغط هنا على ملف شخصي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات والخصوصيات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على توصيل البيانات. بعدها سنقوم بالضغط هنا على توصيل البيانات. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل توصيل البيانات. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.